هذا وقد صادق حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة أهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه وأصدر 4 قوانين لسنة 2017 بعد إقرارهم من مجلسي الشورى والنواب. وقد صادق جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه وأصدر قانون رقم 18 لسنة 2017 بشأن العقوبات والتدابير البديلة، وقانون رقم 19 لسنة 2017 بإصدار قانون الأسرة. كما صادق جلالته وأصدر قانون رقم 20 لسنة 2017 باعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2017 و2018، وقانون رقم 21 لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1977 بإصدار سندات التنمية.